دعونا نشاهد هذه الصور وفيها أزمة المياه الملوثة كما تبدو هذه يعني الأشياء الصغيرة التي يستخرجها بعض الأهالي من المياه ما يثبت أن المياه تكون ملوثة تعود إلى الوجه مرة أخرى في أحد مناطق البصرة التي تصلها مياه إسالة ملوثة طبعا وتزود بها المنازل حشائش وقواقع في يد أحد المواطنين أراد أن يثبت أن المياه التي تصل إلى بيته وبيوت الكثيرين للأسف غير مصفى ولم تخضع إلى أدنى مستوى من مستويات الرقابة. دعونا الآن ننتقل إلى جزئية أخرى في هذا الموضوع أيضاً، مياه ملوثة تصل إلى البيوت العراقية، موضوع قديم يتجدد ولا يزال قائماً. أهالي الإجبرية الثالثة في سمراء بمحافظة صلاح الدين عانوا أيضاً من وصول الماء غير الصالح للشرب وناشدوا دائرة المياه في المدينة لمتابعة هذا الموضوع. نشاهدوا المقطع الذي صوره أحد النشطاء ثم نعود. لا تزال المياه الملوثة تسيطر على واقع خدمي سيء يشتكي منه مئات الآلاف من العراقيين كما تقول مواقع التواصل الاجتماعي. الآن نتابع وإياكم صورا أخرى لعودة أزمة المياه وهي المتواصلة لليوم العاشر على التوالي في حي القادسية بتكريت في محافظة صلاح الدين. دعونا نتابع هذه الصور. المواطنون هناك أبدوا استياءهم وتهكموا من الماء الواصل إلى منازلهم كونه ملوثا ولم يخضع إلى المستويات الدنيا من الرقابة أو التصفية، وهذا ما تعززه الصور التي نعرضها على حضرات